ونزيدكم حنا هاد التجمع ديالنا قانوني، عرفتوا علاش؟ لحقاش المراسلة ديالها جاتنا في الهاتف، شنو كتقول؟ كتقول لينا شنو يا العيالات؟ قالت لينا يا سيدي إلا ما جيتوش قبل 10 في الشهر غتولي الزيادة 100% و25% اللي خدات لكم كتخفض ما غتبقاش. وهاد المراسلة شنو كتقول؟ كتقول أننا خاصنا نجيو هنا وكتقول لينا إلا زدت لكم 100 كيف ما تقول 100% وغعدنا الكارثة العظمى هي الزيادة ديال 200 درهم. هاد 200 درهم اللي زايدين ديالاش قالك اسيدي غيديوها لنا في التسجيل 200 درهم كاين زياده وقالت لك غتبقى مفتوحه ما غيقولوهاش لان غيبقاو لنا غير شهرين اللي هما معفيين ياك ديالاش ديال تعود 10 ومن 11 غتبدا الزياده وما غيقولوش عليها حتى نسجلوا عرفتي ديك ديال حتى تسجل ولدك وعاد نقول لك وتكون المفاجاه هذيك الساعه تبقى بالمفاجاه انت يا كأب او لك ام راه شوف رسالتنا الان لرئيس الحكومه العثماني تحرك خاصو يتحرك راه الجائحه كلامنا والحجر الصحي مازال يستمع الى 10 يونيو وهادو كيقول لك 10 يونيو خاصكم تخلصوا اشنو كاين هنا في هذه الطريقه ديال 10 يونيو قبل 10 يونيو كاين اللي ما رجعش من خدمته والسيد كيشوف لي فيديو كيشوف هاد الصور وكيشوفنا كاملين هكا وما كيهضرش تيهضر على الافاقات الجائحه ديروا الكمامه ديروا كذا حنا متفقين هالكمامه دايرينها ودايرين كل شيء ومحترمين الحجر الصحي ولكن هاد الناس راه وصلونا بمراسله اللي هي خطيره وهما اللي خرجونا فين هو العقاب لهاد المؤسسه يجيو يعاقبوا المؤسسه اللي كتخرجنا في الجائحه ما واجهوناش وما جاتش عندنا اصحاب رؤوس الاموال اصحاب رؤوس الاموال ما جاوش لعندنا نفاونا شوف الاطفال الصغار من العيب والعار صوروا خويا الابناء الصغار هاد المؤسسه اللي تربويه كي غنديروا نثقوا فيها العام الجاي كي غنديروا نثقوا فيها العام الجاي واش نتوما الا كانوا وليداتكم عند الناس بحال هادو غتسلموا لهم وليداتكم احنا بكل صراحه انا شخصيا درنا هاد الاستفزاز اللي كيستفزونا ودرنا ان ما استقبلوناش حيت حنا بشر من العيب والعار يستهينونا بحال هكا ودابا المؤسسه كاع الاخوه اللي دايرين اللائحه ديالنا كنطالبوهم بالمغادره جماعيه هما كيسمعونا وكنطلبوا الرئيس الحكومه يتدخل في هذا الشيء راهم ضاغطيننا على وليداتنا راه من حق وليداتنا في القراءه راه من حق وليداتنا في المدرسه معليش صوروا ويلا ادخلوا معايا كاع حتى لباب المؤسسه سير ديرني في المباشر انا نعم سيدي الناس ما يلقاو الحلول كيصوروا خصك تعرف واحد القضيه حنا كانوا كيوصلونا سمحي لي كانوا كيوصلونا لوديوات هاد لوديوات في الخيال ديالك انا انسانه ما قاريش مثلا والزوج ديالي ما قاريش وعتوصلني اوديو ديال الفرنسيه باش نخرجها له باش نخرجها له اوديو ديال العربيه وتعطيني الصرف والتحويل باش نخرجوا له وعندي انا بنيتها في الخامس وعندي بنيتها في الاول العام الجاي عندي السادس واش الخيال ديالك هذه مؤسسه كتشرف اي اب او اي ام تحط عندها وليداتها راه ولادك ما تقدريش تحطيهم عند شي ناس اللي ماشي ثقه ما استقبلتناش حنا ما استقبلتناش حنا ما بالك في وليداتنا مع العلم عامها الاول بلاتي عامها الاول عامها الاول هذه المؤسسه خليني نهضر ياك في المباشر عامها الاول وتقنا فيها علاش تقنا فيها بحكم القرب بحكم ان جابوا لنا ناس في الاول ترباويين من بعد العام كامل حنا كنتعرضوا للتعسف وصابرين عليه علاش مقابل وليداتنا رحمه بوليداتنا باش ما يتقاصوش بالاذى ما يضروش ما يوقع حتى شي حاجه ودابا ما بغاو يديروا معنا حتى شي حل ما بغاو ينقصوا ما بغاو ينقصوا ما بغاو يجيو يواجهونا ما بغاو يعطيونا شواهد المغادره في الخيال ديالك شنو غنديروا حنايا ما بغاوش يعطيونا حتى حاجه ما استقبلوناش من جينا حنا ناس كاملين كلشي واقف بعيد على بعضياته وكلشي محترمين الحجر الصحي دايرين مسافات الامان دايرين كلشي وحتى راسلونا عاد جينا من جينا قال لك ادخلوا جوج عندي د الناس بواحد المشقه باش دخلوا عنده البارح ثلاثه وعداتهم ولا شي ان تجي اليوم اليوم ما جاتش لعندنا وما عبرات حتى واحد عطاتهم قرار مكتوب اللي بغى يقبلوا يقبلوا اللي ما بغاش يقبلوا ما يقبلوش انا بالنسبه لي ما خدامه لا انا لا راجلي
حتى البطاقه ديال راميد ما استفدناش منها، القطع الغير مهيكل ما استفدناش منه، ودرنا الشكايه ما هي مره ما هي جوج وما باقين عندي في التليفون. انا مستعده نعطي هذا الشيء ليشان، نهضر بسميتي ونهضر بكل شيء بالنمره ديال لاكارت باش من العيب والعار اني واحد الحاجه ما واخداش ونخلص هذا الشيء. راه حرام، راه حرام، راه المسؤولين اللي خصهم يهضروا علينا. حنا راه لا حول لنا ولا قوه، احنا غنتقاتلوا مثلا هاد الشهرين معاهم، وفي شهر 9 كاع ندير لولادي، كل واحد عايز يطالي وليداتو. هاد الناس اللي حنا شادين هاد الناس بالمعنى الاصح ولاويين لينا يدينا، كي غنديروا فين غنحطوا وليداتي؟ انت كصاحب مؤسسه غنجيب لك ولادي بلا شهاده المغادره؟ غتقبلهم؟ ما غتقبلهمش، اي مؤسسه ما غتقبلهمش. وياه دابا حنا في هذا الاطار ديال الجائحه. نعم نعم، كنتكلموا على الواجبات الشهريه. يعني شحال كتخلصوا مثلا في الشهر في لي نورم عادي؟ على حسب، كاين اللي كيخلص 600 درهم، كاين اللي كيخلص 700 درهم، كل واحد وشنو، كل واحد على حسب شنو، على حسب الصالير. حنا ماشي كنهضروش دابا على هذا، حنا تضرينا بهذه الجائحه. عندك من الاخر ديال شهر 3 شهر 4 شهر 5 شهر 6 وحنا مضرورين بهذه الجائحه. كاين اللي توقف على العمل سختو في القطاع الخاص، ما لقاوش باش يخلصونا، ما عندهمش. وكاين اللي ما عندوش كاع القطاع الغير مهيكل اللي يحانوا تسادين وليه ما عندوش باش يخلص. وهذه المدرسه كطالب الناس تخلص 50% بالنسبه للناس القطاع الغير مهيكل، واللي ما خدامش يجيب شهاده عدم العمل ورغم ذلك يخلص 50%. راه لا يعقل، راه ما عندناش باش نخلصوا، باش غنخلصوا هاد الناس؟ اون غيزون دو بليس، حنا خدامين مع ولادنا، حنا اللي ولينا اساتذه في الدار كنقريوهم، حنا اللي كنديروا المجهود. واش عباد الله اوديو في السماء؟ انت كتخيلوا كيف ما بغيتي. اوغزمون كاين اللي قاري وكاين اللي ما قاريش، حنا كنبقاو ندير واحد المجهود مع الدراري باش نوصلوهم، باش ولادنا ما يضيعوش. فينا هاد الانشطه؟ انا بنتي كتقرا في لاكروند، بنتي ما مستافداش من الانشطه، بنتي ما مستافداش من الترفيه، ما مستافداش من حتى شي حاجه من هاد المؤسسه، وهاد المؤسسه كطالب منا نجيو نخلصوا. باش غنخلصوا؟ ما عندناش، حنا عندنا شهاده عدم العمل هي في يديا، وكطالب نخلصوا 50%. حالات مثلا ما خلصوش وهذا، واشنو هما اشنو الاجراءات اللي غادي تاخذوا بحقكم؟ احنا الاجراءات ديالنا احنا واقفين معاهم هنا، يا اما يديروا معنا شي حل، يا اما احنا غنخرجوا ولادنا من هاد المدرسه. احنا غنخرجوهم، ما يمكنناش نزيدوا مع مؤسسه اللي بسببنا احنا هي وصلات. احنا تقنا فيها، هي اول عام ليها كمؤسسه وحنا تقنا فيها وجينا قيدنا ولادنا عندها. اذا احنا بسببنا احنا باش هي وصلات، ورغم ذلك تجي دير لنا هكا وتطعننا في ظهورنا وتزيدنا مازال من هنا لاسيغونس، زادتنا في لاسيغونس وزادتنا في الواجب الشهري ديال العام الجاي. راه لا يعقل، راه حنا في اطار الجائحه، راه المغرب كامل تلحق به الضرر، المغرب كامل لحق به الضرر، لا موظف ولا غير موظف، راه شي راه لا يعقل. اذا هذا راه ماشي حل، حنا ما غاديش نتنازلوا وحنا غنبقاو هنا حتى ناضلوا حتى يلقاو معنا شي حل، لان راه ماشي حل. اسمح لي، واش كيجي مؤسسه تربويه كتقول لك المفاجاه غتبقى هي الزياده؟ ما نقولها لكمش، هذيك هي المفاجاه الكبرى. ها هما الاخوات اللي حضروا، راه دخلنا معاهم اب ديال بنيته، لا اب بنيته دخل، راه مفوض قضائي ودخلت ماجده، هذه السيده معنا ام حتى هي. دخلوا لعندهم قالوا لهم الطمة الكبرى ان المفاجاه ما عتقالش، هي الزياده. عادك الساع غنلقاو اوبليجي علينا حتى يكسبونا ونسجلوا وليداتنا عاوتاني المره الثانيه عندهم ونثقوا فيهم، من بعد غينزلوا علينا واحد النزله ديال الزياده المفاجئه حتى تفوت هذه الجائحه ديال كورونا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.